وحلقتنا النهارده الحمد لله الحمد لله مش هتعجب كتير قوي من الستات، وده انا مبسوط منه وانا سعيد. ليه؟ احنا بنتكلم النهارده عن حقوق الراجل، ودي حاجه بتضايق كتير قوي من الستات. فالنهارده عندنا جمعيه، لا دي مش حاجه بتضايق الستات، حتى الرجاله مش عارفه تاخد حقها تقول الكلمتين على بعض. فده يعني عشان كده عايزين حد يدافع عننا. سامعني؟ يعني هو يا جماعه دلوقتي الرجاله بقت محتاجه جمعيه ولا محتاجه حاجه عشان هم يدافعوا على حقوقهم؟ مش احنا اللي كنا غلبانين انا موافق وضعفة وعايزين الناس تدافع على حقوقنا؟ دلوقتي بقى هم اللي مكسوري الجناح واحنا الاقوياء. انا سؤال معايا بس كده في الكادر. ايوه في جمعيه حقوق المراه وجمعيه حقوق الطفل وجمعيه حقوق الانسان وجمعيه حقوق الحيوان، ما في جمعيه حقوق الرجل ليه؟ اشمعنى جت على دي؟ علشان هو مين ضد حقوق الراجل اصلا؟ هو الراجل مش عارف ياخد حقه؟ مش الراجل عضلات وشخصيه قويه وعارف هو اللي بياخد حقوق كل اللي هو بياخد باله من مراته ومن ولاده؟ دلوقتي الراجل بقى محتاج جمعيه لحقوقه. اه طبعا دي تبقى مصيبه. يعني جماعه عملتوا جمعيه حقوق الطفل، مش عايزين تعملوا جمعيه الطفل ضعيف والست ضعيفه والستات الحمد لله ما شاء الله ضعيف. يعني مش اقوياء مكسورين الجناح، ده انتوا بتطيروا. مش انتوا العنصر القوي في المجتمع؟ كنا كنا يا جماعة يعني ده اعتراف من ممدوح الشناوي. أيوة ان الرجاله بقت كانوا العنصر القوي، مطموس الهويه بتاعت الراجل. فبالتالي لازم حد يجي يتكلم عن لسان الراجل ويدافع عن الراجل ويطلب بحقوق الراجل، ودي حاجه ما تزعلش حد. زي ما في حقوق للست وفي جمعيات لحقوق المراه، يبقى لازم في جمعيه لحقوق الرجل. دي ما فيهاش اي اختلاف ولا في اي مشاكل. طيب يعني هحاول اقتنع ونقول على كلام ممدوح ان نعمل جمعيه لحقوق الرجل عشان الراجل محتاج ياخد حقه من الستات. هنقول بقى النهارده حلقتنا عم نتكلم فيها على حقوق الرجل، وده حاجه تسعدني انا كممدوح وكتير قوي من الرجاله. احنا ليه بنتكلم على حقوق الرجل؟ احوال الشخصيه بيبقى فيها شويه تعديلات كده هتتعمل ان شاء الله الفتره الجايه، فبالتالي كان لازم يكون حد موجود نثق فيه انه يتكلم بلساننا كرجاله ويقول لنا ايه اللي ممكن يتعمل، وبالتالي يشوف بقى الحاجات القديمه اللي كانت مضايقنا احنا كرجاله، ونقول حد على لساننا يتكلم زي ما في حد عن المراه بيتكلم. فالنهارده هيشرفنا بعد الفاصل وهيكون منورنا، وهيكون كمان منورانا كاتبه عشان نتناقش في الموضوع ده ونشوف الستات متضايقه ليه من حقوق الراجل. ففاصل وارجع لحضراتكم، يلا بسرعه. فاصل.